اهلا وسهلا بيكم حبايبي. النهارده بقى هنعمل مع بعض السمك البلطي بتتبيله بسيطه جدا، هنقليه مع بعض في الزيت ان شاء الله مع بعض. بصوا كده، دول اربع سمكات، دول كيلو من السمك. بصوا منضفينه كويس جدا، اتاكد برضو ان هو صابح. نضفناه، نبتدي نحضر مع بعض بقى التتبيله. انا بغسل السمك في ميه بملح بس، بنقعه 10 دقايق وبعد كده بطلعه وابتدي اشطفه كتير وبعدين اصفيه. معانا بقى ايه بقى النهارده للتتبيله بتاعتنا؟ جزرايه كبيره مبشوره، نص راس ثوم مهروسه، معلقه من البهارات بتاعت السمك، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه من الكمون وليمونه وطماطمايه، ونص قرن فلفل. ده بارد عادي مش حامي. اول حاجه هنعملها هنعصر الليمون على كل المكونات اللي معانا دي من التتبيله. نقلب البهارات مع الثوم مع الجزر كله مع بعضه، معاهم كمان الطماطمايه ونص قرن الفلفل زي ما قلنا، جاي الحامي زي ما نحب. مفيش اسهل من كده تتبيله، وطعمها بيكون خرافي في السمك البلطي بجد، طعمه بيكون مميز جدا. قبل السمك بحب احطه في الثلاجه ربع ساعه علشان يشرب من كل التتبيله اللي انا حطيتها دي ويديني طعم ممتاز جدا. وهنقليه كمان مع بعض، وهنعمل كمان رز. تجي بقى نتبل كده طبعا الكميه زي ما نحب. اهم حاجه نتاكد من نظافه السمك، لان هو لو مش نظيف وزفر مهما تبلتيه ومهما حطيتي فيه حاجات هيبقى طعمه مش حلو. تتبيله السمك ما بيتحطش فيها زيت ولا سوائل كتير، يعني انا حطيت ليمون ما حطش بقى خل علشان الدنيا ما تسيبش مني خالص ويبتدي بقى يفرقع مني في الزيت ويقعد يعمل طشطشه كتير. بصوا كده بعد ما تبلته وهاخده بقى اروح احطه في الثلاجه ربع ساعه، وهنحضر مع بعض الدقيق علشان نبتدي نقليه. نعمل مع بعض رز السمك اللي احنا بنشتريه من المحلات، احنا هنعمله في البيت بطريقه بسيطه جدا وطعمه مميز احسن بكتير من طعم المحلات. معانا بصلتين كبار مبشورين، كيلو من الرز مغسول النوع اللي انتوا عايزينه من الرز، ملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الملح، ومكعب مرق، ومعانا زيت. حاطين حل على النار، يلا نبتدي نحضر مع بعض. حاطين بقى حل على النار، هنحط فيها كوبايه صغيره من الزيت. تمام كده، هنسيب الزيت يسخن حاجه بسيطه ونبتدي ننزل عليه بالبصل. البصل بتاعنا احنا مش بنحمره، احنا بنديله لون بسيط بس علشان نطلع كل السكر والطعم اللي فيه ويدينا احسن نتيجه للرز بتاعنا. بصوا حبايبي كده البصل ابتدى ياخد لون، ننزل بقى بالملح والفلفل الاسود اللي معانا، كمان مكعب المرق عشان اتاكد ان هو داب وما يقعدليش بقى في اي جنب من الرز ويخليلي الطعم لاذع كده ومش حلو. الخطوه دي بتخلي الماجي يدوب كويس وما بتضايقناش خالص في الطعم، بالعكس بتدي طعم الرز جميل جدا ومميز. عايزه تضيفي اي بهارات زي ما تحبي. تمام كده، اتاكد ان الماجي داب كويس، ونبتدي ننزل الرز. احنا طبعا مسخنين ميه علشان تبقى الدنيا اسهل معانا، يستوي معانا الرز على طول. ننزل بقى كده نقلب كويس، نقلب الرز كويس جدا لحد ما يتشرب من طعم البصل والزيت والملح والفلفل علشان يبقى كل رزايه ليها طعم، ما يبقاش فيه شويه بيض وشويه شكلهم كويس، لا نخلي البصل يدخل في كل رزايه موجوده معانا. بصوا كده شكل الرز بقى جميل جدا، وعايزه اقول لكم ريحته بجد خطيره. جربوا طعم الرز بالطريقه دي هيعجبكم جدا. نبتدي بقى نسيب الرز شويه يشرب من الطعم اللي احنا قلنا عليه الزيت والبهارات لحد ما يخلي الرز يتغلف كويس علشان يطلع معاكي كده ايه رزايه مش لازقه في رزايه كده ايه، وميبقاش معاكي معجن. لازم الخطوه دي لازم نسيبه شويه مع التقليب علشان يدينا افضل نتيجه. بصوا كده الرز اتغلف كويس، نبتدي بقى ننزل عليه بميه تكون دافيه تبقى ساقعه علشان تسهل معاكي الدنيا وتديكي افضل نتيجه للرز. في الخطوه دي احنا ممكن نحط رشه قرفه او رشه بهارات لحمه ان يكون لونها غامق تغمق معاكي الرز شويه لو انت حابه، انا بحب لونه كده. هنسيبه شويه على النار يتشرب ونشوفه عامل ازاي. بصوا حبايبي كده الرز ابتدى يتشرب، نبتدي بقى نقلبه ونوطي النار عليه خالص.
بصوا حبايبي، انا سبت السمك البلطي ربع ساعه في التلاجة زي ما قلنا يشرب التتبيله. انا بحب اعمله كده، دي حركه اختياريه زي ما تحبوا. معانا بقى شويه دقيق، بحب احطهم في كيس عشان لما اخلص خلاص رميت الكيس، مش عايزه اوسخ الدنيا. اهو معانا شويه دقيق صغيرين، هحط عليهم بس رشه صغيره من الملح علشان الطبقه الخارجيه برضو يكون فيها ملح، ما يبقاش دلع. تمام. في ناس بتحب تعمل السمك بدقيق الذره، انا بحب بالدقيق الابيض اكتر، هو دقيق الذره بيخلي لونه اصفر بس ده برضو بيبقى ممتاز. هنحط السمك كده جوه الكيس ونبتدي بقى ايه، نحرك كده الكيس شمال ويمين. بصوا كده السمكايه اتغلفت من كل ناحيه بطريقه سهله وبسيطه من غير ما نبهدل الدنيا. نبتدي بقى نعمل معانا الكميه بنفس الطريقه. هنحط السمكايه الثانيه. خطوه الثلاجه بتخلي لك طعم السمك بجد ممتاز لانه بيشرب من كل التتبيله اللي انت حطاها، احسن ما انك تتبلي وتقلي على طول كده هو ما شربش. في كتير ناس بتشتكي من البلطي انه ما بيبقاش ليه طعم، فالحركه دي بتبقى ممتازه جدا. بصوا كده اهو سهل وبسيط، وهنقليه مع بعض وكمان الرز على النار، هنخلص كله ان شاء الله مع بعض. بطريقه سهله وبسيطه ممكن نضيف ايه اضافات للدقيق زي ما نحب. انا بحب احط للدقيق ملح بس، ما بحبش احط اضافات تانية، الملح كفايه جدا لان احنا اصلا متبلين السمك بتتبيله جميله جدا وطعمه اصلا مميز. نبتدي نقلب كويس بس كده، خلصنا السمك بتاعنا. هنروح بقى على البوتاجاز، حاطين طاسه على النار فيها شويه زيت حلوين كده محترمين علشان يحمروا لي السمك بلون ذهبي وطعم كمان خطير. يلا بينا نقلب بقى مع بعض السمك. حطينا طاسه على النار، هننزل بقى بشويه زيت كويسين كده عشان يغلفوا لنا السمك ويبقى لونه ذهبي كده وممتاز. نسيب الزيت يتقدح شويه عشان لما ننزل السمك ياخد لون على طول. الزيت اتقدح، ننزل بقى مع بعض بالسمك، مش عايزينه مولع خالص علشان السمك يستوي، منزودش كتير في الطاسه، ندي فرصه للسمك انه ياخد فرصته ويستوي. السمك بتاعنا اخد لون، رحنا قلبناه على الجنب التاني، مش بنحرك السمك غير هما مرتين واحنا بنقلبه، غير كده لا، ما ينفعش تقعدي كل شويه تقلبي في السمك كده هيتهري منك ويبوظ. بصوا مقرمش وخطير وريحته رهيبه، هكمل الكميه وهنشوفها مع بعض. بصوا حبايبي كده السمك ما شاء الله عليه، بصوا لونه عامل ازاي، ريحته خطيره ولونه بجد رهيب. يلا بقى نطلع السمك، نحط بقى معانا اللي بعد كده. بصوا مقرمش، هوريكم برده نشوفه دلوقتي، ريحته بجد خطيره، التتبيله دي مميزه جدا، جربوها وقولي رايكم فيها ايه. نبتدي بقى ننزل الكميه اللي باقيه معانا، نار هاديه نسيبها تستوي براحتها، ما نستعجلش عليها عشان يستوي السمك ويبقى طعمه خطير. بصوا بقى كده السمكه بقى لونها دهبي ازاي وخطير. بصوا حبيبي كده الرز ما شاء الله عليه استوى، يلا نغرفه مع بعض. بصوا حبايبي عملنا اهو السمك مع بعض، ريحته خطيره، بصوا من جوه وهمي ولونه رهيب. وعملنا كمان مع بعض الرز، على فكره هو مش لونه ابيض، هو لونه مايل للبني. انا ما بحبش احط قرفه، لو حابين تحطوا قرفه حطوا، هتغمق معاكم اللون شويه، او بهارات اللحمه هتغمق معاكم اللون شويه. وعملنا كمان مع بعض الطحينه. يا رب تكون عجبتكم وصفتنا النهارده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه.